حصل سالم على بطاقة هدية ثمنها 25 دولار لموقع إلكتروني يبيع الموسيقى الرقمية والألعاب. كل أغنية ثمنها 89 سنت، إذا 89 سنت وكل لعبة ثمنها 1.99 دولار. يريد أن يشتري على الأقل 15 بند بهذه البطاقة. صمم نظام من المتباينات بحيث يمثل هذا السيناريو، ثم عرف مجال المشتريات الممكنة باستخدام الرسم البياني. لهذا لدينا ورقة رسم بياني هنا. إذا دعونا نعرف بعض المتغيرات لتكن S تساوي عدد الأغنيات التي يشتريها Number of songs، ثم لتكن G تساوي عدد الألعاب التي يشتريها Number of games. الآن إذا نظرنا إلى هذا القيد هنا، يريد أن يشتري على الأقل 15 بند بهذه البطاقة، بالتالي العدد الكلي للبنود سوف يكون عدد الأغنيات زائد عدد الألعاب، ويجب أن يكون على الأقل 15، بالتالي يجب أن يكون أكبر من أو يساوي 15. إذا هذا ما يخبرنا به هذا القيد هناك. ثم القيد الآخر هو أن بطاقة الهدية ثمنها 25 دولار، بالتالي الكمية التي سوف يصرفها على الأغنيات زائد الكمية التي سيصرفها على الألعاب يجب أن تكون أقل من أو تساوي 25. إذن الكمية التي سوف يصرفها على الأغنيات سوف تساوي عدد الأغنيات التي يشتريها ضرب تكلفة الأغنية ضرب 89 سنت ضرب، بالتالي سأقول 0.89% ضرب S، ذلك هو ما سوف يصرفه على الأغنيات زائد تكلفة اللعبة، وهي 1.99% دولار ضرب عدد الألعاب. هذه ستكون مجموع الكمية التي سيصرفها، ويجب أن تكون أقل من أو تساوي 25، أقل من أو تساوي 25. الآن إذا أردنا أن نرسم ذلك بيانياً، علينا أولاً أن نعرف المحاور، لذا دعونا نعمل ذلك هنا. وما يهمنا فقط هو الربعية الأولى، لأنه سوف ما يهمنا هو القيم الموجبة لعدد الأغنيات وعدد الألعاب. نحن لا نتحدث عن سيناريوهات حيث يشتري كميات سالبة من الأغنيات أو الألعاب. إذا نريد فقط الربعية الموجبة هنا فقط. دعوني أرسم المحاور. دعونا نعمل هذا، دعونا نرسم المحور العمودي الذي أرسمه هنا، لنجعل ذلك هو المحور العمودي ولنسمي ذلك محور الأغاني. إذن ذلك هو عدد الأغنيات التي يشتريها، سوف أتأكد من أنك ترى ذلك. ذلك هو محور الأغاني. ثم دعونا نعمل هذا، هذا الأفقي، ذلك سيكون عدد الألعاب التي يشتريها، لنجعله أعرض قليلا، عدد الألعاب التي يشتريها، عدد الألعاب، وفقط للتأكد من أن هذه الصفحة سوف تتسع لما نقوم به، لأنه لدي شعور بأننا سوف نحصل على أعداد كبيرة. دعونا نجعل كل من هذه المربعات تساوي 2، بالتالي هذا سيكون 4, 8, 12, 16, 20 إلى آخره، وهذا سيكون، هذا واضح سيكون 0. 4, 8, 12 ثم 12, 16, 20 إلى آخره. دعونا نرى إن كنا نستطيع أن نرسم بيانيا هذان القيدان. حسنا، هذا القيد الأول S زائد G سوف تكون أكبر من أو تساوي 15. أسهل طريقة للتفكير بذلك أو أسهل طريقة لرسم هذا هي التفكير بنقاط التقاطع. إذا كانت G تساوي 0، إذا كانت G تساوي 0 فماذا تكون S؟ حسناً، إن S زائد 0 يجب أن تكون أكبر من أو تساوي 15.
فإذا كانت جي تساوي صفر فإن اس تكون أكبر من أو تساوي 15. دعوني أضعها بهذه الطريقة. إذا كنت سأرسم هذه هنا، إذا كانت جي تساوي صفر فإن اس تكون أكبر من أو تساوي 15. إذا جي تساوي صفر واس تكون 15 وهي هنا 12 14 15، ستكون هناك واس سوف تكون كل القيم المكافئة لذلك أو أكبر من ذلك عندما جي تساوي صفر. إذا كانت اس تساوي صفر فإن جي ستكون أكبر من أو تساوي 15. بالتالي إذا كانت اس صفر فإن جي ستكون أكبر من أو تساوي 15. إذا جي أكبر من أو تساوي 15. إذا خط الحدود اس زائد جي يساوي 15. عليك فقط أن تصل بين هاتين النقطتين. دعوني أجرب أفضل ما عندي لأصل بين النقطتين. إذا سوف تبدو مثل هذا الشيء، هذا دائما هو الجزء الأصعب. دعوني أرى كم أنا جيدة في أن أصل بين هذه النقاط. لا دعوني أرى، يجب أن أحضر أداة رسم الخطوط. إذا هذا جيد جدا. إذا ذلك هو الخط S زائد G يساوي 15، ونحن نتحدث عن القيم التي تكون أكبر من 15، فسوف نذهب فوق الخط. ترى ذلك عندما تكون G تساوي 0 وS تكون أكبر من أو تساوي 15، إنها كل هذه القيم في الأعلى هنا. وعندما تكون S 0 فإن G ستكون أكبر من أو تساوي 15. بالتالي هذا القيد هنا هو كل هذه المساحة تحقق هذا. كل هذه المساحة إذا اخترت أي إحداثية هنا فهي تمثل، وحقيقة يجب التفكير بالإحداثيات الصحيحة لأنه لن نشتري أجزاء من اللعبة، لكن إذا فكرت بكل الإحداثيات الصحيحة هنا فهي تمثل تركيبات من S و G، حيث تشتري على الأقل 15 لعبة. فمثلا هنا نشتري 8 ألعاب و 15 أغنية وذلك 24. بالتالي أنت تلبي القيد الأول. الآن القيد الثاني، 89% S زائد 1.99% جي أقل من أو يساوي 25. هذه هي نقطة البداية. دعونا فقط نرسم الخط. نرسم الخط 0.89% S زائد 1.99% يساوي 25. ثم يمكننا أن نفكر بما هو أقل من ذلك، أو ماذا ستمثل منطقة الأقل من ذلك. آسفة، هنا جي. وأسهل طريقة لعمل ذلك مرة أخرى يمكننا أن نعمل الميل وتقاطع واي وكل هذا النوع من الأشياء، ولكن أسهل طريقة أن نجد نقاط تقاطع أس وجي. فإذا كانت أس تساوي صفر، إذا كانت أس تساوي صفر فسوف يكون لدينا 1.99% جي يساوي 25. بالتالي إذا كانت أس تساوي صفر ستكون 1.99% جي تساوي 25، أو أن جي تساوي، دعونا نستخدم الحاسبة. فإذا أخذنا 25 مقسومة على 1.99% سوف تكون 12.56%. بالتالي جي تساوي 12.56%. 12.56%. ثم إذا أو عندما تكون الصفر فإن جي تكون 12.56%. هذه 12، هذه 14، و 12.56% ستكون هناك أكثر قليلا من 12، إنها تلك القيمة هناك. ثم دعونا نقوم بنفس الشيء إذا كانت جي تساوي صفر. فإذا كانت جي تساوي صفر عندها يكون لدينا، إذا هذا الحد يختفي ويكون لدينا 89% آس. إذا استخدمنا المساواة هنا أو المعادلة تساوي 25، أو أن آس تساوي، سأحضر الحاسب مرة أخرى،
فإذا أخذنا 25 مقسومة على 89%، سوف نحصل على إنها تساوي 28.8%، أكبر قليلا من 28. إذن 28.8%، إذن تلك هي جي تساوي 0 وأس هي 28. إذن تلك هي 2 4 6 8، أعلى قليلا من 28، إنها ستكون هناك. إذن هذا الخط 89% أس زائد 1.99% جي يساوي 25، سوف يكون من هذه الإحداثية وهي 0.28، تلك النقطة هناك. كل الطريق إلى 0.12.56%، دعوني أرى إن كنت أستطيع رسم ذلك، سوف يكون محاولة أخرى. ربما إذا بدأت من الأسفل سيكون أسهل، هذه المحاولة أفضل. دعوني أجعل ذلك أعرض قليلا حتى أتأكد من أنه يمكنك أن تراه. إذن ذلك الخط يمثل هذا هنا. الآن إذا كنا نتحدث عن المنطقة الأقل من، فماذا تتضمن تلك؟ فإذا فكرنا بذلك فإنه عندما جي تساوي صفر فإن 89% أس ستكون أقل من 25، بالتالي عندما تكون جي تساوي صفر، إذا أردنا حقيقة الأقل من ذلك هناك، يمكنك أن تفكر أنها أقل من بدلا من عمل أقل من أو يساوي، بالتالي أس هي أقل من 28.8%، بالتالي ستكون المنطقة تحت ذلك. عندما تكون أس تساوي صفر فإن جي، إذا فكرنا بأس تساوي صفر، إذا استخدمنا المعادلة الأصلية فإن 1.99% جي ستكون أقل من أو يساوي، إذا أردنا حقيقة معرفة قيمة أقل من أو يساوي 25، جي سوف تكون أقل من أو تساوي 12.56%. إذن عندما أس تساوي صفر فإن جي تكون أقل من 12.56%. إذن المنطقة التي تلبي القيد الثاني ستكون كل شيء تحت هذا الرسم، كل شيء تحت هذا الرسم. الآن نريد المنطقة التي تلبي كلا القيدين، بالتالي إنها ستكون عبارة عن التداخل بين المناطق التي تلبي واحد من الاثنين. إذن التداخل سوف يكون هذه المنطقة هنا تحت الرسم البرتقالي وفوق الرسم الأزرق، وتشمل كلاهما. فإذا اخترت أي تركيبة، فإذا اشترى أربعة ألعاب وأربعة عشر أغنية، فإن ذلك سيكون صحيح. أو يمكنه أن يشتري لعبتين وخمسة عشر أغنية، ذلك سيكون صحيح أيضا. أي من القيم طالما أنها قيم صحيحة في تلك المنطقة، يمكنها أن تحقق كلا القيدين.